بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل النهاردة إن شاء الله شرح مادة أمراض النبات للصف الثالث الزراعي الفصل الدراسي الثاني موضوعنا النهاردة عن ايه؟ عن النباتات الزهرية المتطفلة والطحالب والأشنات. الصفات العامة للنباتات الزهرية المتطفلة نبات زهري متطفل يعني نبات راقي بيطلع أزهار ولكنه بياخد الغذاء من النبات نباتات راقية يعني لا أوراق وسيقان وجذور تكون أزهار وتتكاثر بالبذور تابعة للنباتات ذات الفلقتين النباتات الزهريه المتطفله بتقسم الى قسمين ودايما يجي لي مقارنه بين الاثنين او تعريف واحد منهم نباتات كامله التطفل كامل التطفل يعني بياخد الغذاء بتاع النبات عباره عن ايه اصلا ماء واملاح ده بيسمو غذاء غير مجهز والغذاء المجهز يبقى الغذاء بتاع النبات حاجتين او نوعين ماء وأملاح ده اسمه غذاء غير مجهز والغذاء المجهز يعني اللي اللي جاهز النبات بعملية البناء الضوء النبات كامل التطفل يبقى بياخد الاثنين ونبات خالي من الكلوروفيل يبقى هي نباتات خالية من الكلوروفيل اللي المادة الخضر لا تجاز غذاء بنفسه تحصل من نبات العائل على الماء والأملاح ده حاجة واحدة اللي هو الغذاء الغير مجهز والغذاء المجهز زي مين زي الحمول والهلوك نباتات ناقصة التطفل يعني فيها كلوروفيل هي نباتات بها كلوروفيل تجاز غذاء نفسي تحصل من النبات العال على الماء والأملاح فقط زي نبات العضار هي ناقصة التطفل لأنها هتاخد الماء والأملاح وهي اللي هتجهزها هتجهزها بعملية البناء الضوئي لأن فيها مادة الكلوروفيل أول نبات عندنا من النباتات الزهرية المتطفلة نبات الهالوك سموه طبعا الهلوك لانه بيهلك النبات من شدة تطفله عليه وحصوله على الغذاء منه النبات الهلوك بيتبع العائلة الهلوكي عبارة عن ايصاق ارضية شحمية تحمل شمراخا زهريا فوق سطح الترب وهنشوف شكل النبات دلوقتي بيتطفل على الجذور الفول والبرسيم والطماطم وغيرها طبعا ليه عوائل عديدة الهلوك أشهرها الفول والبرسيم والطماطم وكمعلومة الهلوك اللي بيتطفل على الفول غير اللي بيتطفل على البرسيم غير اللي بيتطفل على الطماطم يوجد تخصص في تطفل الهلوك يعني ايه البذرة بتاعة الهلوك ممكن تبقى في الأرض حوالي 16 سنة لا تنبت إلا في وجود العائل اللي هي بتتغذى عليه فقط يعني لو زرحت عائل تاني ما تنبتش طب هي بتنبت ازاي عن طريق يبقى لا تنبت الا في وجود العائل حيث تفرد جذور العائل مواد خاصة تنبه بذور الهلوك للانبات يعني ايه مثلا جذور الفول عشان تنمو في الارض بتفرز مادة بتسهل من نمو الجذر في التربة وحركته في التربة سبحان الله هذه المادة هي المادة المنبهة لبذرة الهلوك للإنبات بتعرف إن العائل اللي بتتغذى عليه موجود فبتبدأ تموت. أعراض الإصابة بالهلوك طبعا وجود نبات الهلوك نباتات الهلوك بجوار نباتات الفول. نمرة اتنين ضعف النباتات وقلة المحصول. أدي آه نبات الهلوك الساق اللي هو الجزء المتشحم اللي موجود في اسفل التربه ده كل اللي فوق ده كلته عباره عن الازهار او شمراخ زهري طيب امال فين الاوراق بتبقى اوراق حرشوفيه صغيره جدا اه طيب ايه اللي بيحصل الجذور بتاعه الهالوك ده هي بتلتف على جذور النبات العائل وليكن الفول وبتبدا تدخل ممصات تاخد الغذاء من الجذر يعني بدل النبات ما بياخد الغذاء من الارض ويجهزه بنفسه لا هو بياخده على الجاهز من النبات اللي بيتطفل عليه هذه برضه نبات الهلوك متطفل على نبات الفول هنكافح الهلوك ازاي زراعه اصناف مقاومه جمع نباتات الهلوك وحرقها قبل تكوين البذور اتباع دوره زراعيه مناسبه زراعه الكتان كمصياده للهلوك يعني ايه نبات الكتان يعتبر نبات صائد يعني ايه نبات صائد يعني بينبه بذور الهلوك للانبات وبعد ما تنبت تلاقي ان الكتان مش العائل بتاعها فيبدا النبات بعد ما نبت من البذره يموت زراعه الفول بعد الارز اشمعنى بعد الارز لان الفتره اللي بيقضيها الارز في الارض بتكون الارض مغموره بالمياه لفتره كبيره فهذه الفتره بتقضي على معظم بذور الهلوك او بتموت يعني الزراعة بالطريقة الحراتي ليه؟ لان في الزراعة الحراتي هتكون نباتات قوية ولها مجموعة جذر قوي هيقاوم الاصابة الرش بمبيدات الحشائش المناسب الحمول آه بيتبع العيلة العلاقية على سنة بيتعلق على النباتات يعني عبارة عن سيقان خيطية صفراء يتطفل على سقان البرسيم والكتان ودولت برضو أشهر العوائل لكن ليه عوائل عديدة تانية ممكن بيتطفل عليه أعراض الإصابة وجود سقان الحمول الصفراء ملتفة حول سقان البرسيم نمرة اتنين ضعف نباتات البرسيم مع عدم تكون البذور ادي <applause> نبات الحمول بعد ما بتنبت البذرة بيبدأ الساق يلتف حوالين السيقان وبعدين بدخل المصاد في الساق ياخد الغذاء منه لدرجه ان ممكن الحمول خلاص ما عادش التربه لها لازمه بالنسبه له يعني ممكن النبات ما يبقاش جذر مثل في الارض نهائي وينتقل من نبات الى نبات ويلتف على السيقان ويحصل على الغذاء بتاعه المكافح زراعه اصناف مقاومه زراعه بذور خاليه من بذور بذور طبعا بذور البرسيم يعني مثلا خاليه من بذور الحمول تبع دوره زراعيه مناسبه عدم نباتات الحمول قبل تكوين البذور يعني نيجي على المناطق اللي فيها حمول مفروض نحشها ونقدمها نوكلهاش للمواشي لان لو فيها بذره حمول هتنزل البذور مع الروس وهتروح في الغيط في السماد وهتنتقل اصابه مره اخرى معنى تغذيه الحيوانات على البرسيم المصاب لنفس السبب اللي لسه دلوقتي العضار طبعا العضار بيتبع عائله حنك السبع وده من النباتات ناقصه التطف يتطفل على جذور القصب والذرة دي العوائل بتاعته أعراض الإصابة وجود نباتات العضار بجوار نباتات الذرة أو القصب ضعف النباتات المصابة وقلة المحصول والعضار بيتطفل على الجذور طرق المكافحة زراعة أصناف مقاومة زراعة حشيشة السودان كنبات صائد وجن النبات الصائد ليس عائل ولكن بينبه البذره فبالبذره تنبت وبعدين يلاقي حشيشه السودان مش العائل بتاعه فيبدا النبات يموت ينبه نبات البذور ولا يصاب به قبل الزراعه بخمس اسابيع اتباع دوره زراعيه مناسبه جمع نباتات العضار وحرقها قبل تكون البذور الرش مبيدات الحشائش المناسبة يعني معظم مكافحه النباتات الزهريه المتطفله تقريبا متكامله ادي نبات العضار ويا نبات الذرة اللي بيتطفل على الجذور بتاعته وادى الأوراق بتاعته خضراء يعني على سنة يقوم بعملية البناء الضوئي، <applause> الطحالب والأشنات والأضرار التي تسببها، الصفات العامة للطحالب نباتات بدائية يعني بدائية في تركيبها يعني من خيوط لا تكون أوراق ولا سيقان تتكون من خلية واحدة أو أكثر بألوانها مختلفة أخضر أصفر بني أحمر على حسب نوع الطحلب. تحتوي على البلاستيات الخضراء تجاز غذاء بنفسها طبعا بعملية البناء الضوئي من أمثلتها ومن أشهرها اللي هو ريم الأرز ريم الأرز المسبب تحلب الإسبيروجيرا وكلنا بنشوفه اللي هي الخيوط الخضراء اللي عايمة على سطح مياه الأرز الظروف ملائمة إيه؟ إيه اللي بزود الريم؟ يكثر في الأراضي الغير معتنى بتجديد مياه يعني المياه راكدة في الأرض فبتدي فرصة للجراثيم تنبت وتتكون الخيوط بيرضوا بيكثر في الأراضي الملحية التي تروى والأراضي التي تروى بالمياه الإرتوازية الأعراض وكيفية إصابة القرص يؤثر أعراض والضرر يعني يؤثر على التقاوي ليه؟ ويؤدي إلى ضعف وموت البدرات بسبب إن لا تتمكن البدرة من تثبيت جذورها في التربة ما هو على سطح الأرض فهيحمل البذري وبعد ما تنبت الجزر مش هيوصل للأرض بسبب طبقة الريم اللي موجودة وعايمة على سطح المياه يقل الأكسجين والضوء والحرارة اللازمة للبادرة بقل الأكسجين لأنه بتنفس الأكسجين الدايب في المي وبيمنع الضوء والحرارة فبالتالي بيحدث الضرر للبادرات من هنا والبادرة عن النبات الصغير بعد الإنبات ضعف النباتات الكبيرة وقلة محصولها برضو بسبب تنفسه الاكسجين اللي موجود في الارض والضوء والحراره هياثر على النباتات الكبيره برضو هيقل المحصول ادي آه نباتات الريم اللي هي الخيوط الخضراء ده اللي عايمه على سطح المياه مكافحة الريم الصرف الجيد والتبكير في الزراعة والزراعة بالشكل والعناية بنقاوة الحشائش يعني الصرف على اساس لما نصرف الماء نباتات الريم هتموت بسبب قلة المية هنبكر في الزراعة هتقوم يبقى نباتات الأرز قوية وهتضلل على الأرض وهتمنع تكوين الريم الزراعة بطريقة الشتل برضو بتقوي النباتات وبتسهل لي مقاومة الريم وبرضو العناية بنقاوة الحشائش استعمال كبريتات النحاس اللي هي التوتية الزرقاء مع مياه الري واحد ونص لاتنين كيلو ونص للفدان هنحطها طبعا في صرة مع مياه الري في فتحة مياه الري فهتبدأ تدوب وتنزل في الأرض تموت لي أو تخضيل على الري الأشنات على الأشجار الفك الأشنات الصفات العامة نباتات دنيئة كلمة دنيئة يعني نبات أقل في الدنو يعني ليس نبات راق يعني إيه يعني ليس لها لا أوراق ولا سقان ولا جذور بل بتبقى عبارة عن خيوط تتكون من فطر وطحل على اساس لو جال عرف الأشنة هنقول إيه عباره عن فطر وطحلب يعيشان معيشة تبادل منفعه يعني ايه معيشة تبادل منفعة الفطر يمتص الماء الاملاح لانه مفيش كلوروفيل والطحلب عشان فيه كلوروفيل يقوم بالبناء الضوئي وجاهز الغزي وبعد الغذاء ما يتجهز اللي جهزه الطحلب يبدأ يتغذى عليه ويستفيد منه الاتنين الفطر اللي بكون الأشني بيبقى فطر أسكي أو بازيدي بينما الطحلب بيبقى طحلب أخضر أو طحلب من الطحالب الخضراء المزرقة تعيش على أشجار الفاكهة والصخور عبارة عن إيه؟ عبارة عن قشور لونها أصفر مخضر أو أخضر مصفر تتكاثر بالجراثيم بالإضافة إلى إنها بتتكاثر تكاثر خضري بنمو أجزاء منها هي من جسم من جزء من الأشن. الأشنات على أشجار الفاكهة ظروف ملائمة إيه اللي بيساعد على انتشار الأشنات؟ الصراع على مسافات ضيقة بيعمل إيه؟ بتساعد على تشابك الأفر وحجب الضوء والهواء وارتفاع الرطوبة يعني اللي من أجله ترتفع الرطوبة أو اللي يسبب ارتفاع الرطوبة وقلة الضوء ده هيبقى ظروف ملائمة لانتشار الأشنات ممكن يجي لي تعليل يعني تزاحم الأشجار أو الزراعة على مسافات ضيقة يزيد الإصابة بالأشنة ليه؟ اللي هنقول له بسبب تشابك الأفرع وحجب الضوء والهواء وارتفاع الرطوبة وهذه ظروف ملائمة لانتشار الاشن الأعراض المرضية للاشن وجود قشور أو صفائح لونها أصفر مخضر على الفروع والثقال طب الجشر اللي على الفروع ده هو هيعمل إيه؟ ضرره إيه؟ ضرره إن بيعمل ضعف للنبات والمحصول بيجيل ليه برضه؟ لانها بتمنع تبادل الغازات بسبب النبتة بتبقى موجودة على الفرة فبتسد الصغور اللي بيتنفس النبات عن طريقه آه بين النبات والجو الخارجي وتمنع وصول الضوء برضه فمنع الضوء بتسد الصغور هتأثر على تنفس النبات وقيام النبات بعمليه البناء الضوئي هذه الاشنات اللي هي عباره عن القشور الخضراء دهيت اللي موجوده على الافرع اهي كلنا طبعا بنشوفها في الغيط ممكن نلاحظها على اي اشجار في الغيط اشجار توت اشجار جزورين اي شجره كبيره هنبص على الساق بتاعها هنلاقي هذه القشور الملتصقه على الفروع مكافحه الاشن الزراعه على مسافات متباعدة عشان ندي فرصه للضوء آه يكون موجود بين الاشجار وفي نفس الوقت بتجل الرطوبة تقليم الجيد للأشجار يعني نقلم الفروع المصابة ونعمل حرق إزالة نموات الأشنة بالليف والصابون يعني لو عند شجرة أو اتنين عدد بسيطة ممكن بليفة وبصابوني ممكن نحك الأشنة بيها ونجمعها ونحرقها في المساحات الصغيرة أربعة الرش بأحد المركبات النحاسية مثلا زي مبيد أوكسي كلورو النحاس وبكده خلصنا إن شاء الله هذا الدرس اللي هو الطحالب والأشنات والنباتات الزهرية المتطفلة موضوع بسيط نتمنى يكون أفاد حضراتكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته